اهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج سوا على الهواء. خلينا نبلش دغري. في معنا ضيفه مميزه جدا كوثر اسماعيل. ممكن في كثير من المتابعين اللي عم يتابعونا هلا يمكن بيتابعوها على قناتها على اليوتيوب يلي بتقدم فيها محتوى رائع جدا. الان كوثر معنا على الهواء مباشره، صحيح؟ ايوه الو، الصوت واضح؟ انا الو الصوت ضعيف شوي شباب الكنترول، إذا ممكن نعلي الصوت شوي. هلا صوتك واضح بالنسبة لي، بس ما بعرف انا صوتي كيف. الله يسعدك يا رب. أنسة كوثر، عارفين عن حالك أكثر كصانعة محتوى على يوتيوب، وخلينا نشوف كمان مع بعض يعني مقتطفات عن محتوى القناة اللي بتقدميها. هلا أنا كوثر إسماعيل، صار لي فترة قصيرة ما كانت كتير طويلة قدمت محتوى على يوتيوب، والحمد لله شاهد بفترة كتير قصيرة والناس حبته وصاروا يقولوا إنه أي كمان بدنا أكتر وكذا. المحتوى هو إنه أنا بعلم لغة تركي، الحمد لله بحس حالي إنه أبدعت بهذا الشيء، بس طبعا الأفكار ما بتنتهى، فإن شاء الله اللي جاي أحلى بكتير. ما شاء الله عليك. طيب خلينا نشوف هيك مقتطفات عن محتوى القناة يشوفوها المتابعين على البرنامج سوا على الهواء، نشوف مع بعض. مرحبا، اليوم رح ناخذ انا وانتو جملتين باللغة التركية بدقيقة واحدة معي انا كوثر. اول جملة رح ناخذها هي مثلا كيف بدي اقول باللغة التركية ما تزعل بس هيك، ما تنزعج بس هيك، ضرل ما اما مثلا بوجاكيت بزعل ديل ضرل ما اما. وفيني اقولها كمان بالطريقة الثانية اللي هي بجان ما اما بجان ما اما بوجاكيت بزعل دي، يعني ما تزعل بس هذا الجاكيت مو حلو، او ما تنزعج. مرحبا، كيفكن؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رح نتعلم جملة واحدة باللغة التركية من هدول الجمل اللي انتوا بتحبوهم فيهم غزل وما غزل وهي القصص، بعرفكن انا. المهم كيف بدنا نقول باللغة التركية انه انا بعمل كل شيء لحتى تكون انت او انتي مبسوط؟ هاي الجملة فينا نقولها للناس اللي منحبهم، فينا نقولها لأمنا، فينا نقولها للأشخاص يعني اللي منحبهم بشكل عام. منقول سيني مطلقت ميكيتشين هار شي يا بارم، سني مطلو اتمكيتشين هر شيء يبرم، سني مطلو اتمكيتشين هر شيء يبرم، يعني انا بعمل كل شيء بقدر عليه لحتى انت تكوني مبسوطه. سني مطلو اتمكيتشين هر شيء يبرم. ما شاء الله المحتوى رائع جدا، والاسلوب خاصه بهيك محتوى كمحتوى تعليمي اكثر من محتوى ترفيهي. ممكن نقول انه بالفعل في هيك طريقه رائعه جدا بالتقديم وبطريقه الشرح كمان. انسى تحكي لنا شوي عن حياتك، مجال دراستك. انا عندي معلومات انه انت دارسه يمكن بالاعلام، فينا نقول زميله كمان بهذا المجال. من وين اجت فكره المحتوى اللي عم تقدميه؟ كيف بلشت البداية معك بإنشاء هي القناة وهذا المحتوى الهادف؟ هلا مثل ما حكيت انا اصلا بدرس بنفس المجال اللي انا هلا عم بشتغل فيه اللي هو مجال الاعلام او الاعلام فينا نقول. الفكره اجت اول شيء اجت بشكل كتير بسيط. بالبداية انا كنت اول ما دخلت على الجامعة، او حتى فيني اقول قبل ما افوت على الجامعة، وقت اللي كنت عم بدرس لغة تركي، عم بدرس تومر تحضير للجامعة، فكان عندي كتير طلاب، مو كتير يعني انه اولاد جيراني اولاد رفقاتي كذا، فحس انه الاسلوب بيوصلهم كتير بسرعة، فحاولت انه كبر. بعدين مثلا بلشت درس طلاب اكبر الحمد لله بسبب لغتي القوية جدا. بعدين جيت انا كنت اصلا بشتغل باكاديمية، فكتير من الاساتذه وهيك صاروا يشجعوني انه اعملي فيديوهات واعملي كذا، انه اسلوبك انت انه بيميزك عن غيرك وكذا. فجربت اول 3 فيديوهات، والله العظيم هذا الشيء انا ما بنساه ابدا، 3 فيديوهات كانوا باسبوعين صار عندي بالقناه شيء 25,000، الناس كثير حبت وانتشروا بشكل كثير سريع، مع انه كانت الكواليتي تبعهم كثير ضعيفه. بس بعد ما شفت انه انتشر هذا الشيء وكذا والناس حبته، فحبيت اني كفي، ولهلا لسه في كثير افكار يعني عم بشتغل عليها، فان شاء الله هيك يا رب بالتوفيق لنا ولكل حدا عنده افكار عم يشتغل عليها ان شاء الله. كل كان على السوشيال ميديا او بالواقع، كل التوفيق والاحترام للمجهود اللي عم تبذليه. طيب سؤال كوثر، لو ما كانت صانعة محتوى تعليمي عن اللغة، شو المحتوى اللي ممكن كانت تقدمه
غير تعليم اللغة التركية؟ والله رح أقول لك هلأ في عندي فكرة كمان عم بشتغل عليها غير اللغة التركية. أنا لو ما كنت صانعت محتوى للغة التركية كنت رح كون شيء له علاقة بالبرامج الاجتماعية وكذا والمواضيع يلي مثلاً كيف بدي أقول لك النفسية وهي القصص، لأنه بحس أنه كتير كتير أنا يعني أول شيء لأنه كتير بحب القراءة وبقرأ كتير عن هاي المواضيع، ثاني شيء بحس حالي أنه بقدر أقدم هذا الشيء وبقدر أنه أعمل هذا الشيء، عرفت كيف؟ فهمت عليك. فبتوقع لو ما كنت صانعت محتوى لغة تركي حكون مقدمة برامج أو حكون شيء له علاقة بالمواضيع الاجتماعية والناس وهيك يعني. يعني فينا نقول مجال دراستك هو كان سبب بإنشاء القناة وبدايتك بصناعة المحتوى، ولا شيء من قبل كان عندك اياه كهدف انك تعمليه؟ هلا رح احكي لك شيء. انا اصلا سبب اختياري لهذا الفرع هو انه انا بحس حالي من الناس اللي بيقدروا يكونوا بهذا المجال، المجال الاعلام، مجال الصحافه والاعلام وهي القصص، فاخترت فرعي اصلا لانه انا اصلا بحب هذا المجال، والحمد لله بحس انه الشيء اللي هلا انا عم بعمله هو الشيء بكفي للفرع اللي انا اخترته، وبالنهايه ما بنعرف شو المستقبل، فان شاء الله يا رب هيك يكون كل خير. إن شاء الله يا رب. طيب أنت كصانعة محتوى شو الصعوبات اللي واجهتيها بالبداية؟ يعني الواحد لما يبلش بفكرة أو يبلش بخطوة جديدة بحياته أكيد بيكون في حواجز كتير قدامه، يعني بصعوبة لحتى ممكن أنه يكسرها، أو حاجز الكاميرا هو بحد ذاته كمان هذا حاجز الواحد أنه ممكن يطلع شخصيته الطبيعية وراء الكاميرا، هو عم يشرح إن كان محتوى تعليمي ولا محتوى ترفيهي ولا كذا، في شخصية البني آدم هي اللي بتلعب دور الأساسي بدون أي تصنع. كيف صار وكسرتي هذا الحاجز؟ كيف يعني شو الصعوبات اللي واجهتيها بالبداية بتحبي تشاركينا فيها؟ ونصيحة لأي حدا ممكن يبلش بهذا المجال، شو ممكن تنصحيه إنه كيف يكسر هذا الحاجز؟ كيف يبلش؟ صح رح احكي لك. اول ثلاث فيديوهات اصلا اول ما نشرت اول كم فيديو كانوا مثل كانه انه انا واقفه قدام طلاب وعم بحكي درس، وكنت كتير متوتره وكنت كتير خجلانه ومدري شو، بس بعدين تذكرت انه بالنهايه الكاميرا هي عباره عن جهاز، انا فيني احذف الشيء اللي صورته، فيني ما انشره اصلا، فيني يعني واجهت هذا الشيء بانه هذا الشيء انا بتحكم فيه مو هو اللي بتحكم فيني، عرفت كيف؟ بالبدايه كانت طبعا كل شيء صعب، بالنهايه وقت اللي انت بتطلع بتقدم اي شيء للناس انت بدك تكون مستعد انك تواجه الشيء اللي رح يحكوه، ان كان انتقاد سلبي او انتقاد ايجابي، بدك تكون انت قادر انك تتلقى هذا الشيء بدون ما ياثر على نفسيتك، بدون ما ياثر على صحتك النفسيه. فاهم شيء انه وقت اللي نحن بدنا يعني اي شخص حابب انه يعمل اي محتوى على السوشيال ميديا ان كان مفيد او كذا او عنده افكار يعني بالسوشيال ميديا، اهم شيء يتذكر انه هو الشيء اللي عم يعمله او اللي عم بيصوره يعني الخوف تبع الكاميرا فيه ما يشاركه، فيه ما ينشره، فيه يكرر مثلاً، فيه يتدرب أكتر قدام الكاميرا. والشغلة الثانية هي أنه بده يكون قوي نفسياً لحتى يتقبل انتقادات الناس. يعني مثلاً أنا أول ما شاركت أول كام فيديو أنه أنت ليش مثلاً واقفة هيك ومتوترة، ليش كذا ليش كذا، هنا ما بيفكروا أنه نحن حاطين هاي الكاميرا والكاميرا أصلاً إلى رهبة، هنا بس بيشوفوا أنه أنت واقف متوتر قدام الكاميرا، أنت مثلاً خربطت بهذا الشيء قدام الكاميرا، أنت كذا، عرفت؟ فأول صحيح. فترة بتكون كتير صعبة، بس بعدين وقت اللي انت خلص بتتعود على الكاميرا بتحس انه بتتصالح مع الكاميرا بيكون الموضوع أخف بكتير. صحيح. طيب كوثر كيف وازنت بين دراستها وبين صناعة المحتوى؟ لأنه فعليا هو صناعة المحتوى كمان يعتبر مشروع بحد ذاته، يعني الواحد لازم يعطيه وقت، يكرس له وقت، يكرس له تفكيره كله بقلب اليوم لحتى يلاقي الفكرة المناسبة أو طريقة التقديم المناسبة. كيف وازنتي بين الدراسة وتقديم المحتوى على يوتيوب؟ صح بالنهايه مثل ما بيقولوا انه الانسان ما بيقدر يحمل بطيختين بايد واحدة. وقت اللي انا بلشت اصور اول شيء انا وقت اللي نشرت الفيديوهات ما كنت مفكره اني كفي ابدا، لانه شفت حالي كيف بالفيديوهات كنت هيك شوي الموضوع مضحك بالنسبه لي. هلا دراستي هو الشيء اللي انا اصلا يعني عم بشتغل عليه ان شاء الله باقي لي سنه وشوي. اما الشيء اللي انا عم بعمله على السوشيال ميديا هو شيء كيف بدي اقول لك يعني شيء انا عم بعمله عن حب، فعم يعني وقت فراغي وقت الشيء بخصص له وقت حتى اعمله، عرفت كيف؟ اما دراستي لا الحمد لله كثير، وانا من على فكره من الطلاب المتفوقين بالجامعه، فالحمد لله رب العالمين، ما شاء الله يعني حاسه حالي انه عم بقدر وازن بين الاثنين.
الله يوفقك فيه يا رب المحتوى اللي عم تقدميه ودراستك هيك وتوصلي للشيء اللي بترغبي فيه يا رب. طيب سؤال، اذا رجع فيك الزمن لورا بتعيدي نفس المحتوى كبدايه ولا ممكن تعدلي على شغلات انت بتلاقيها؟ واذا وصلتي يعني لملايين باليوتيوب انت، هل ممكن انك تمحي اول فيديو نشرتيه ولا بتستمري وبتفتخري فيه حتى، ولا كيف عندك شعورك بهذا الشيء يعني؟ هلا رح احكي لك شيء. اول ما اجتني فكره انه السوشيال ميديا واليوتيوب بالاخص، كنت اقول انه لا رح اتعلم المونتاج اول بعدين رح اصور، لا رح اتعلم اني اوقف قدام كاميرا بعدين رح اصور، لا رح اعمل شيء بعدين رح بلش. الفكره هي انك تبلش، حتى لو كانت الادوات بايدك بسيطه. بالنهايه وقت اللي بلشت كان بس معي تليفون او كاميرا، وكان عندي برنامج ما بعرف استخدمه اصلا، كنت اكتب على يوتيوب كيف بقطع البرنامج الفلاني على برنامج بريمير على كذا. فلو رجع فيني الوقت اكيد رح اعمل نفس الشيء حتى لو بادواتي البسيطه، عرفت؟ لانه اذا نحن استنينا الفرصه المناسبه لحتى تجي لنعمل الشيء اللي بنحبه، صدقني ما حتجي هاي الفرصه، الفرصه نحن بنصنعها. فاذا رجع فيني الوقت اكيد بعمل نفس الشيء، حتى لو الفيديوهات الكواليتي تبعها ضعيفه، حتى لو كان تقديمي كثير ضعيف، حتى لو كان كل شيء بالنهايه لو ما بلشت بهاي الكواليتي انا ما بكون هلا هون الحمد لله. صحيح، يعني فينا نقول نوعا ما العائق الأساسي لأي حدا بده يبلش على يوتيوب أو يقدم محتوى هو فينا نقول الكواليتي أو حاجز أنه يطلع بشيء هو أقل من ما هو متوقعه ومتخيله لقدام. يعني كلنا دائما بنفكر بالطموح لقدام أنه كيف المحتوى النهائي اللي حيكون، بس ما بيتخيل أنه أنا ممكن بلش من أقل الإمكانيات مثلا. صحيح صح، يعني نحن دائما بنستنى الفرصه المناسبه لندرس، نحن دائما بنستنى الفرصه المناسبه، او مثلا انه انا ما فيني اعمل هذا الشيء لحتى يصير هذا الشيء، ما فيني اعمل كذا لحتى يصير كذا، لا اعمل هلا حتى لو كانت الادوات كتير بسيطه، حتى لو ما عندك ادوات خلق ادوات عن جد. لانه اذا ضلينا عم نستنى شيء لحتى نعمل شيء ثاني ما حنعمله ابدا، رح يضل حلم براسنا ونضل عم نحلم فيه بس بالخيال، ما حيصير شيء واقع ابدا. مثل ما قلت لك لو رجع فيني الوقت رح اعمل نفس هداك الفيديو اللي انا هلا يمكن اللي بهداك الوقت ما كنت رضيانة عنه، بس انا هلا ممتنة لإله. طيب شو الهدف النهائي للقناة اللي انت ببالك؟ يعني هل حتغيري المحتوى مع الوقت ولا حتتمي دائما بتعليم اللغة التركية؟ وشو الطموح لقدام يعني بحياتك العملية انه يكون الفائدة من المحتوى اللي عم تقدميه؟ هلا رح احكي لك. هلا اللغه التركيه هي كانت بداية، واصلا انا ما بحس حالي انه فيني اطلع منها ابدا، لانه الشيء اللي ميزني انه اللغه التركيه. هلا الحمد لله اطلقنا منصه جديده، ان شاء الله رح احكي عنها، وانا اصلا عم بحكي عنها على انستغرام. اطلقنا منصه هي خاصه باللغه التركيه، فان شاء الله هلا قناه اليوتيوب حتى لو تغيرت للايام ما حيكون في شيء له علاقه، يعني ما حيكون في شيء خارج انه نحكي عن الثقافة التركية او السياحة او هاي القصص، حيكون كل شيء ضمن الشيء اللي بنحكي فيه عن تركيا. واللغة التركية ما حتوقف ابدا، حتى لو كان فيديو واحد بالاسبوع، حتى لو كان فيديو واحد بالشهر، بحس انه اللغة التركية كونه كانت بداية ما فيني ابدا اوقفها. وبالايام كله بضل حكي، يعني ما بتعرف شو الواحد بصير معه بكرة، شو بفكر، شو بتجي افكار جديدة. هيك صحيح، كل التوفيق والاحترام للمحتوى اللي عم تقدميه ولإلك كشخص كيف كسرتي الحاجز وبلشتي. وبتمنى من الكل اللي عم يسمع إذا حدا بباله فكرة يبلش فيها، إن كان صناعة محتوى أو غيره، يبلش وما يستنى إنه والله لا يشوف النتيجة النهائية. شاكر جدا للمداخلة الرائعة جدا على برنامج سوا على الهواء لأنسة كوثر. كلك ذوق. الله يسعدك يا لك ولهالاستضافه الجميله. الله يسعدك يا رب. خلونا نطلع على فاصل قصير هلا ونرجع نكمل مع بعض. جايب لكم اليوم كمان شخصيه، يعني بما انه حكينا عن صناعه محتوى ومواقع التواصل الاجتماعي، اللي جايب لكم شخصيه إلى علاقه بهذا الشيء، خلونا نكتشفها مع بعض بعد الفاصل. سنعود بعد قليل.